مرحبا متابعينا، حياكم الله. زي ما وريناكم امس لعبه الحركه، تعلمنا على تسلق الجبال. اليوم حنلعب التنس الارضي وعبد الله حيقدم لكم البولينج. حنروح للتنس. طبعا هنا اذا انت بتلعب انت وشخص ثاني والجهة الثانية إذا بتلعب مع أحد من الكمبيوتر. نضغط بلاي. طبعا لعبنا أكثر من لعبة قبل شوي لكن ما توفقنا وفزنا. إن شاء الله مع أندي بي نفوز إن شاء الله عليه. عندك خيارين زي ما انتم شايفين معانا في الشاشة، يا تلعب يدك اليسار يا تلعب يدك اليمين، أنا أفضل اليمين. نعم، هو تقطع في العشب. ضيعتها. راح الستارة. حماس اللعب. يس. الشوط الأول كسبناه، إن شاء الله نكسب الشوط الثاني. زي ما أنتم شايفين اللاعب اللي هو الشخصية عليه زي الوهج، فهذا معناه إنه أنا بديت أحرق سعرات من الحركة. فوتها. إن شاء الله. قوية. رسالة قوية. المفروض القطة اللي معاك. ها؟ المفروض القطة اللي معاك. شفت اللي مو أنت لوحدك اللي تلعب بقوة. لا بسوي كذا، سوي كذا الحركة دي. لا. ها. يا عبودي. هذه عشان تسوي العرض. كذا. هذا بس عشان اسوي حركة. عشان اتمرن. يس. لا باقي له رمية. أربعين أربعين. آخر إرسال له. تأخرت. فاز في الشوط هذا اتوقع.
فاز. فاز علي للأسف. نعوضها. نعوضها. سوي الحركة دي. هي كذا. إيه سوا سوا سوا. سوا قبل. عبودي خلينا ركز في اللعب. ما حد يقدر لها. مبسوطة انت بالحركة هاي. اوت 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 كويس اني ما صديتها كويس. عادي عادي بابا انا فايز شوطين شوطين يا بابا انا فايز شوطين شايف فوق في اليسار في اليمين. اوت 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 كويس كويس رماها برا 15 اول. حلو 13 على الخط على نهاية الخط. اوت. يس. يس اخر ارسال للظاهر. فزنا عليه. نلعب لعبة المولينج. يا رب بإذن يا رب يا رب الحمد لله. Power up. Power up. Power up. Yes. الحين دور هو. نشوف. يا رب بابا. نقول يا رب يصل. يا رب يصل. نقول. نقول. ستة. صفر. لفيتها. ها؟
لا يدك ما جت سيده راحت كذا. اللي سويت كذا. اي ركز وقدم خليك تنس. لف جسمك عليه. على جسمك. ايه لف جسمك عليه. واو. يلا تعلم من اخطائك. انت الكورة. لسه عندك فرصة انك تفوز عليه. يلا هذا النص. النص. واو واو واو. اللي ما جلست. بعدين انت ترمي يدك فوق. مين سلة؟ ترمي يدك عشان الكرة تمشي قدامك امامك. ايه. شوف شوف عليه. كذا. المهم. شوف الاسهم اللي في الشاشة. اتوقع من قدام. يلا لا لا تاخر. والله والله. انت جسمك في النص بس الكرة ما رميتها في النص. سويت كذا على ظهري. اخر شيء سويت كذا. عيبيت وشت. اهم شيء ما لفت. وين جسمك احلى مني؟ باور اب. طب ما تسجلها كلها باقي واحدة؟ باقي واحدة اجيبها مضبوط في النص. مو شرط تلعب بقوة، أهم شيء تركز في الرمية. بالوسط بالوسط اجلس؟ لا روح بعد شوي كذا. كذا؟ لا تجي خليك واقف. كذا؟ يلا. اجلس؟ شوف يقول خطأ وقف. لا انت رميت كذا حتروح كذا، لا انت رميت كذا حتروح كذا. تراك انت متقدم عليه، حاول تحافظ على نتيجتك. يا رب احافظ عليه. البنت بنت جيدة. بس بابا كده ايه كويس لفيتها انا. لا لفيتها. لفها اكثر. ايش؟ ابتديها حامد يلا. بابا انا بتقدم عليه. هو مخصر. حافظ على نفسي. قول لك انا 30 وانا 50. ارتاح سكر اسحب.
قدم 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 قدام قدام هي رد الكرة قدم بعد يلا خذ الكرة أنت حدك سكر اسحب بنت فوز سكس انت بعدين بدل عرفت تفوز بعد لا ترفع يدك سجلت كويسه شوف 60 كنت شوي تقدم حافظ على نتيجتك يلا بحافظ عليها شوف انا جبتلك ايوه وبيضه ارجع كذا شوي ارجع جاي تعال على المثلث الثاني الثاني تعال يلا بس خذ رميت بالنص هذا اللي يخليك تخطي انك ترفع يدك فوق. انت وين بتودي الكوره فوق ولا الامام؟ اعني اسوي كذا بس بعيد. خلاص انت بتودي الكوره فوق بتودي الكوره الامام. شوف هو ما يودي يدك فوق. بس كنت شوي يكسر شوف. الوسط اجلس واو روح تجلس في البولينج. عرفت عرفت الحين. قدم. قدم. ايه انت بعيد عن الكورة. شوي كذا سو صح؟ قدم مرة عجب. خسر 76 76 الفرق كم 30 انا اللي فزت بس فزت عليك وعلى لي كنت جاي فوز انت بطل نتمنى انكم استمتعتوا بهذه اللعبة وان شاء الله تنزلونها وتستمتعون وتتمرنون في البيت وتفلونها وتعيشون احلى اللحظات ونتمنى من الكورونا هذا يغادرنا واحنا نغادر بيوتنا دمتم في رعاية الله ومع السلامة ماجد الشاعر